عمي ابن عبد الشاك. بص اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ولي اعمل لو معايا خمس عيال اعمل فيهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ الارض دارت واكل منين ولا اعمل ايه بولادي؟ انا عايز حد يسمعني، عايز حد من المسؤولين يسمعني. انا ولي اعمل ولادي ياكلوا منين ولا يشربوا منين؟ اعمل ايه بولادي؟ الف بهم على البلد. طب البلاد كلها خراب، الحاضر كله خراب. 53 و54 اروح لولادي فين؟ اروح لولادي فين؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والجمعيه جايبه عليا ديون وانا معايا بطاريات ارض وبفلح وجازي متوفي، اعمل ايه في ولادي؟ اروح بهم لمين؟ ولا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ اروح فين؟ وانا كنت بجيب شويه الرز ياكلوا منهم ولا يشربوا منهم ولا بحكاني اجيب لي عيله جلابيه للعيد، اعمل ايه؟ اغشونا يا ناس، اغشونا يا ناس، اغشونا يا ناس. ما عادش رز خالص، ولا عاد ميه، ولا عاد اي حاجه، ولا عدنا لين نشرب، ولا عدنا لين نشرب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الميه من يوم 1/5، من يوم 1/5 لحد النهارده لسه ما جاتش. من 1/5 على بحر ستاموني مي، وفي جمياني مي، وعليهم روتا وناس في مجلس الشعب، وعبد الغني شومان ماسك المي. متنا خالص. ولع يا ابني، ده العين عليا ولع في نفسي. سيران ابو سيد خلاص. تعب عيالي وحالهم. طوافي واعملي وعفكي ولما تقطعي ما يقطع ابني. عليك العوض يا رب. ارجع ورا في الشارع. سلم فيه. انا والله ابو سيد مش هيقطع ابني. ولا انت خدع وباين ما بتتحملش. لا برد سيدي، هذا الموتوسيكل هو في الارض اللي هو باين. لا برد سيدي، لا برد سيدي، معلش. انما الماء الحاجة يا ناس، انتوا يا ناس، ارجعونا يا ناس. واللي واخد ارض بالدمار، واللي واخد ارض بالزرع وطب الارض. عليه الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمة. هنعمل ايه؟ مش حد من نخلة ولا نعمل ايه؟ عليك العوض يا رب. عليك العوض وعندك العوض يا رب. عليك العمر يا رب. نزرع ايه تاني؟ هنعمل ايه؟ نزرع ايه يا جدعان؟ جبنا الجبال وحطيناه في الدار ودينا للجمعيه ولا عندنا اي مصلحه. وصرف عليك العمر يا رب. وصرف الكبار والجرار يلور والحصان يلور. نعمل ايه؟ ودلدله على المخاليف. عليه العوض وعنده العوض.